تحياتي لكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا الموضوع ديال اليوم غادي نهضروا علاش كاع الادارات ديال المغرب مازال كيهضروا بالفرنسي، وكلهم كينعرف فرنسي، الناس اللي خدامين فيهم كينعرف فرنسي، كل شيء مكتوب بالفرنسي. انا لما فهمت والو. اليوم غنعاود لكم الخوت واحد التجربه ديالي، ما نكذبش عليكم. انا اليوم مشيت نخلص واحد ابولمون في واحد مؤسسه، ما بلا ما نذكر السميه ديال الشركه، مشيت نخلص واحد لابولمون وش شي حوايج وقعوا شي حوايج، وقعت فوضى. والله ما نقدر، انا ما دخلت في الفوضى، ولكن المهم وقع واحد الفوضى. تصوي طيح لي على بالي الفكره هذه. تصور معاود لكم تجيبه من طقطق، السلام عليكم. فقت مع الصباح مشيت دخلت سيدي لهذيك المؤسسه. دابا المشكله مني والله كندخل لهذيك المؤسسه كتلقى واحد، مني والله كندفع الباب كنلقى واحد العيبه واقفه كتكليكي على واحد، كتخرج لك واحد الورقه باش تشد النوبه. هذيك الورقه كتشد بها النوبه، كتكون فيها واحد الرقم، وكتكون واحد التلفازه كتكون الفوق كيكونوا فيها النوامر، كيكون فيها مثلا كيديروا البيبليسيتي لهذيك الشركه ديالهم، مثلا العروض اللي كاينه وهذه وهذه وهذه، وكلشي بالفرنسي. دوك الاشهارات كاملين بالفرنسي، ما كاينش العربيه. وكيد النوبه النوبه كدير الطيط وكيطلع واحد الرقم، الرقم ديال هذوك الناس اللي كيكونوا سابقينك، مثلا 1420. ملي كتشوف الرقم ديالك تضرب في التلفازه كتشوف اش من كيشي، كاين فيها ما عرفتش خمسه د الكيشيات ولا شنو، كتمشي لهذاك الكيشي اللي كاين في التلفازه الفوق كتخلص، ولا كتشوف المشكل اللي عندك كتقضيو لك، حيد انت الاخر الاخر وغادي الامور. هي شوف هو السيستم زوين، ولكن المشكل هو الفرونسي، كلشي مكتوب بالفرونسي، كلشي تيهضر بالفرونسي. دابا غيوقع واحد البلان. دابا انا ملي يلا دخلت اول حاجه ما انا ما فهمت والو في ديك اللعيبه اللي حاطين عند الباب، كتدخل ما بقاش ديك اللعيبه السيكريتي هو اللي قطع على كل هنا. مثلا كنت كنعرف انا كتمشي للبنك على شنو، كتلقى السيكريتي هو اللي كيكون واقف عند الباب هو اللي تيعطيك ورقه ديالك. هذه كتدخل داكشي اوتوماتيك راسك. دخلت انا بقيت مع الدخله، والله العظيم حصل الحظ ديالي مع الدخله درتها، بديت كنسوي في بنادم اللي بنادم بزاف داخل كيتسنى، اللي مريح في الكراسه اللي كيتسنى. انا ما عارفش السيستم كيفاش، واش فيها نوبه. درتها بديت كندور في راسي، مع شفت في واحد الدري ويضحك قالت لي سيف، والله ما نكذب عليكم الخوت، بديت انا كنضحك معاه قلت لها كديرها بخير، ما كنعرفها ما والو انا. وهي تقول لي راه كنتفرج فيك وهذه راه كتهربوا لي، انا كنضحكوا بحال ما كون، نقول لها انت كيفاش البلان انا واش بالنوبه ولا، قالت لي راه خصك تقطع التيكي ديالك. قلت لها اجي قطع لي راني ما فاهم والو ما كنعرفش. وهي تضحك قالت لي وهاي اللي هذا التريك، قلت لها والله ما عارف. صافي وهي تدير ليها ونجبد معها الهضره، قلت لها كيفاش وهذه وهذه، بقات قطعت لي التيكي فيها ماشي 1064، ولكن ماشي 1000 باقا، كاين باقي قدامي غيكونوا شي 20 ديال الناس ولا واش هذيك التيكي على حساب يومين. المهم 1064 باقا عقلها. بديت كنهضر معاه واحد جوج دراري تقادة ديالي تاهما اللي كيتسناو سابقيني، هو يقول لي وا سيف جيتي ها من اللورو. بداو مطلعين عليه انت ديك الدريه اللي معايا شويه، وتحياتي ليها من هذا المنبر، قالت لي كنتفرج فيك وما خديت لا نمره لا هو، مع ان هذا فوضى في الاخر. إذا الدراري هادو اللي دوروا لي صمت غير صمت طايفين مع واحد خيتي كاينه في الكيشيت، وتحياتي ليهم تما كيتفرجوا فيا. دابا اش وقع؟ صافي بقيت كنشاد مع ديك الدريه الهضره، واحد اللحظه هذوك الدراري تما ما وصلتهمش النوبه، جات واحد المراه كبيره غتكون عندها شي بحال ما كو ديك 70 عام ولا، المهم مراه كبيره فاهي تا دريت مسكينه هاكت، جات في واحد الكيشي رقم اربعه، الكيشي اربعه هي دابا باقا ما وصلهاش النوبه، النوبه اللي عندها في ورقه تبقى ما وصلاتش، ولكن مسكينه ما قارياش نوبه نوبه. كانت كتسول اللي حداها كتقول لهم واش هذا، كيقولوا لها بلاتي شويه ما عارف الناس ديال بكري، الناس نابط عند الكيشي على ديك خيتي، وديك خيتي اللي في الكيشي هو حتى واحد المعصوصه، واش بعانا تبعصيص واش بعانا مرقبي عياقه بزاف، وتقول هذه مات جايه من اليزيو. ترى انا دوخات ما كتهضرش كلمه بالعربي، واش عندها ديال العياقه. دابا مني نهار تعدى وقال النوبه الاولى وقالت لها مازال، ورجعت للمراه وشويه جاني دازو مع شي ثلاثه اخرين وهي تنوض عندها جاني، مني نهار تعدى وهي تقمعها وبدات كتهضر تعير بالفرنسي، نو ني با ترافاي جو سوي فاديكي، فهمتي. وانا كنقول لديك الدريه انا هو اللي تبع، انا نضحك مع ديك الدريه كنقول لها انت كتقول لي واش كتعير بيا انا، كتقول لي لا لا راه كتعير، قالت لي انا راني عييت، فهمتي كترجم لي ديك الدريه كتقول لي لا راه قالت لي انا عييت ما بقيتش خدامه. هزت واحد الدواسق ودخلت لداخل شويه ويبان لي خرج واحد المدير، باقي هو شاب تكون عنده ديك 46 باقي صغير، هو الصغير فيهم هو المدير، والله ما نكذب عليكم. حتى فايت هذا في النيفو في الفرونسي حتى هو دخل بدا كيهضر مع دوك اللي في الكيشي، قال لهم زعما سربي براسكم تلقاو ما بقاوش متقلين. صافي هو ديك ما عرفت كيفاش داني، هو
تشابكت مع المرأة الكبيرة قالت لها بنيتي أنا يا وانا شرحي لي يا وانا ما نقدش نوقف وهذه هذه وهي تقمع نضوا هذوك الدراري اللي كانوا مدورين لي الصنطه كنضحك معاهم انا هم يقولوا بدا صافي وهي تنوض فوضى فهمتي هذاك المدير قال لهم واش شنو واحد دير فوضى هنايا تكما امي يبانيو بيه الدراري كيهضر بالفرنسي هو راح الدري ضحك كيسالي معايا من دوك جوج دراري قال لي واه خويا انت منين البليده منين فهمتي قال لي بداك هو ما رضاش قال لي بواحد الطريقه بحال زعما تتعرب معنا هو ما رضاش قال لي ما نعوض نعيط للبوليس هادي طاطا تصوي تثبت قال لي بداو عليا بالسبان قالوا لي انت منين جاي واش تقاوري تراك مغربي هضر مع الناس دراوش الناس دراوش الناس اغلبيتهم ما قاريش هضر معاهم بالعربيه كاين الفرنسي 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 تا هادو مالهم اصاحبي مشاو يخدموا في فرنسا وانت دابا هاد المغاربه كاين واحد الفئه الخوش لكن وثقي بزاف تابعين لفرنسا والله ما نكذب لك في العقليه في العقليه هما عايشين معنا في المغرب ولكن تابعين لفرنسا العقليه ديالهم فرنساوي وما بغوش بان فرنسا قرا ضرب البق ولا فعلا فعلا ضرب البق كيقول لك الناس الاولين كيقول لك هذاك راه طاح عليه البق صافي طاح عليه البق صافي رساله وشوف سبحان الله العظيم فرنسا دخلها البق دابا يعني سلاس هي كلها البق خليني نكذب باقي تابع خصنا نفتخروا بالمغرب حنايا دابا المغرب عندنا تاريخ اكثر من فرنسا ام ديالنا حنا فايتة فرنسا علاش ما نفتخروش اصحابي براسنا ونديروا العربيه في المؤسسات وفي الادارات كاملين العربيه والشلحه اللي يهضر بالشلحه ما يسهل عليه واللي يهضر بالعربيه المهم اللغه الرسميه ديالنا حنا هي العربيه والشلحه واللي يهضروا لينا بها وكتبوا بها وديروا في الدرابوات ديروا في اللافتات ديروا في تقول لي انت هذيك الاله اللي كتقطع مثلا ما صانعينش المغاربه داكشي علاش ماشي هي بالعربيه هما اللي مصانعين فرنسا راه صانعين الصينيين وكتجيو نتوما كتسيستيموا على الفرنسي تصافي حيدوا لي الفرنسي ما كاينش فرنسي ودابا انا ما كنفهمش الفرنسي الدراري انا قاري لونجلي فهمتي دابا كون داروا لونجلي ما كنكون دخلت قبيله وفاريتها بلونجلي وداكشي ولكن دابا انا راه ما فاهم لا فرنسي لا والو كنسمع جو سوي ما جو سوي هادي هادي كنقول لديك الدريات كيفاش البلان الدريات هي كتب عليا كتعكل الدريات هي كتب عليا كتقراها ما كتعرفش تهضر بها وما كتفهمهاش كتقرا تحياتي لي من المنبر تحياتي وتا انا ما فهمت والو كاين الفرنسي يا صاحبي فين مشيتي طلعتي للطام فرنسي الطوبيس الفرنسي مشيتي للمقاطعه الفرنسي السبيطار بوحدو تما كلهم ديك الفاميلي يضرب الفرنسي الطب يضرب الفرنسي تما مالكم سيبوا الفرنسا وخدم خلونا حنا نعيشوا مع بعضياتنا الدراوش العربيه تعربوا معنا ولا دورو طوطوا بغيتوا فرنسا سيروا عندها من الاخر وانت اللي دويتي مع فرنسي فرنسي فين مشيتي فرنسي مدرسه تاعي هي فرنسي تما مالكم اصاحبي صافي لونغلي حنا قرينا لونغلي عيشوا معنا لونغلي صاحبي ما كاينه لونغلي صافي من القدام لونغلي العربيه العربيه ولا لونغلي صافي ما كاينش فرنسا شي حاجه فرنسا فرنسا ضرب البق كال ها البق وتوما الناس الاولين كيكذبوا قال لك صافي كيقول لك اي حاجه كال ها البق صافي مشات انتهات سالات انتهات شي حاجه سميتها فرنسا واش تهضروا بالفرنسي صاحبي وهذوك اللي تابعين دوك الفرانكوفونيين وشدوا معنا الصف ولا دوروا طوطه من الاخر وهنا واحد الميساج للاداره المغربيه ما تبقاش تخدمي لينا دول كيهضروا بالفرنسي حنا ما كيمكن سنين هما كيتبعثوا علينا وسنين هما كيعيقوا علينا كندخل الاداره كيبدا يهضر بالفرنسي مع صاحبه وكيهضر في التليفون مع صاحبه كيقول لي واحد حمر انا واش عندي واش نعطيه ولا ما نعطيهش واش ندير معاه ولا ما نديرش معاه كيقول لي صافي صيفطي جلقي وانا ما فاهم الفرنسي برك كنقول لي شكرا استاذ شكرا استاذ وكيعيط بيا بالفرنسي مع اخو كتمشي على الطبيب كتقول لي كيفاش كيبدا يهضر مع الفرمليه كيقول لها شوفي دق لي ديك البريل الكبيره ولما قدحت وجربي في ديك الدواء بالفرنسي انا ما كنفهم والو كنقول لي شكرا السعاده الدكتور سعاد وري كيقول لها جربي فيه وديري ليه وانا ما فاهم والو انت قاري لونغلي الدراري فهمتي دابا انا قاري لونغلي كيبدي يقول لها كيبدي يقول للفرمليه شوفي هذاك الدواء اللي داك البيريمي دقيه لي نشوفو على الله لزق جربي فيه جربي فيه كتقول لي هي وعلى مسؤولياتك بالفرنسي هادشي هي فهمتي وانا كنقول لي شكرا الدكتور سعاد الدكتور شكرا وكنحتار مو كنعطيه الفلوس وهو اللي كيجرب فيه وانت علاش ما كيهضرش بالعربيه وكنهضر بالعربيه غنسمعو ونكبت عليه هو اللي كيهضر بالفرنسي تحياتي لكم الخوت ما تنساوناش في لايك خلوا لنا كومونتيرات تهلاو لي فراسكم